اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع فريق 18 سنه ناشئين كره سله واللي فازوا طبعا ببطوله الجمهوريه منذ ايام كثالث بطوله ليهم في الموسم. برحب ببلال محمد لاعب الفريق. اهلا بيك يا بلال. اهلا بحضرتك، منورنا دي المره الاولى معانا في دوري الابطال. برحب بكريم عمرو، احد طبعا نجوم الفريق واللي بيمتاز بالسرعه. اهلا بيك. اهلا بحضرتك، منورنا. الحمد لله. ابتدي ببلال، يعني بلال كانت بطوله صعبه. كانت بطوله صعبه فعلا، واجهتنا مشاكل كتير بس احنا الحمد لله كنا قدها، والكابتن كان محضرنا كلنا من اول السنه فما كانش فيه صعوبات كتير واقفه قدامنا ان احنا ناخد البطوله. طيب انا دايما بتفرج على تمرينكم، بسم الله ما شاء الله، انتوا قبل التمرين بربع ساعه موجودين مربطين ومستعدين للتمرين، بلاقيك بتمرنوا بكل قوه، ويمكن كابتن اسلام كان معايا من شويه اشاد بده، يعني انتوا مقدرين قيمه التمرين ولا لا؟ ايوه فعلا، هو كابتن اسلام كان بيجيبنا قبل التمرين، كنا لازم نبقى متواجدين قبل التمرين بنص ساعه، نسخن، نعمل استريتشات، لو في ملعب فاضي ننزل نشوط، وده كان بيساعدنا كتير يعني ان احنا نحسن النسب او كده. برافو، صح، يعني انا دايما كنت الاقيكم فعلا التمرين اللي قبليكم شغال وانتم واقفين في الملعب الثاني قاعدين بتسخنوا وبتعملوا استريتشات، كنت دايما بلاحظ ده في الملعب الحقيقي. طب قول لي، يعني يمكن سالت كريم اصعب مباراه قبليكم السنه دي، ايه اصعب مباراه قبليكم السنه دي؟ احنا بناخد كل المباريات كل الماتشات زي بعض، بالنسبه لنا الماتش الضعيف زي الماتش القوي، احنا عندنا ستاندرد حاطينه ما بنقلش عنه. برافو، نفس الاجابه، نفس اجابه كريم ما شاء الله، يعني نفس الفكره. هو ده يعني انا بقدم لكم بس الفرقه البطل بتبقى عامله ازاي، وناشئين النادي الاهلي بيبقوا عاملين ازاي، بيتكلموا نفس اللغه، نفس لغه النادي الاهلي. طب يعني السنه دي كان في ثلاث مباريات، يمكن هتكلم عن ثلاث بطولات، هتكلم عن المرتبط يمكن اكتر. المرتبط مش كل الفرق لعبتها، يعني كابتن اسلام دايما كان بيقول ان الجمهوريه الاقوى، ولكن المرتبط هو شايف ان هي مش البطوله الاقوى، هي الجمهوريه الاقوى. شايف نفس رؤيه كابتن اسلام يا بلال؟ انا شايف ان الجمهوريه اقوى عشان احنا بنلعب فرقه مره واحده، وهي تكسبها هتخسرها. وفي المرتبط انت ممكن في فرقه ما لعبتهاش، يعني انت مثلا ما لعبتش الزمالك تهيألي مثلا، لعبتهمش في المرتبط. في المرتبط لعبنا الزمالك ولا لعبنا سموحه. بالظبط، يعني قصدي اقول لك ان المرتبط ممكن يتصفق، انما الجمهوريه هتشوف كل الفرق، هتشوف كل الفرق. فعشان كده يمكن البطوله دي بالنسبه لكم او الكاس ده كفاليو اعلى قيمه من المرتبط كمان. فعلا دي حقيقه. صحيح. طب خليني اجي لك يا كريم، يعني انت طبعا كابتن اسلام بيدي لك مهمات صعبه، وهي مهمات دفاعيه، الضغط على صانع الالعاب الناحيه الثانيه، نقل الملعب، السرعه، الشوتنج، الحاجات دي كلها، يعني ازاي بتتمرن على الكلام ده، او ازاي كابتن اسلام بيعدك للكلام ده؟ والله هو يعني بيخليني نجهز قبل التمرين كويس، ما يحصلناش اصابات، وبنتمرن بكل جهدنا. يعني طب يعني مثلا نتكلم على الضغط على البوينت جارد، هل في التمرين دايما بيقول لك يا كريم اضغط يا كريم اضغط، علمك ازاي تضغط على البوينت جارد؟ يعني قال لك ايه في الجزئيه دي؟ طبعا يعني اقعد على رجليا، ما احاولش اقطع الكوره. تمام. يعني ما احاولش امد ايدي عشان ما اتكلش. برافو، صح. بفضل مركز على اللعيب. دي اكبر خطا بيقع فيها اللعيب اللي بيضغط على البوينت جارد، انه يحاول يقطع الكوره. ما تقطعش الكوره، انت مجرد حطك تحت ضغطه دي، يا اما الكوره تلاقيها في ايدك، يا اما هو هيغلط في الباص وهيتعب. برافو، او هيتعب. صح، برافو عليك. يعني يمكن كابتن اسلام كان عدك او يعني خلاك مستعد للمهمه دي. طيب في الشوتينج، هل انت كنت بتيجي الصبح؟ هل بتشوت وقت اكتر زي ما بلال كان بيقول قبل التمرين؟ كنت بتعمل ايه عشان تعلي نسبتك؟ طبعا قبل التمرين، ولو جنبيا ملعب فاضي في الحته ساكن جنبيها، افضل انزل اشوت الصبح. برافو، اتمرن. انت ساكن فين؟ في مدينه نصر. طيب هل كنت بتنزل مثلا اهلي مدينه نصر؟ بنزل اهلي مدينه نصر شوت. الصبح في الملاعب البلاط. برافو عليك. كنت بتنزل الساعه كام كده عشان اجي لك؟ بنزل اروح على مدينه نصر فاروح ابص عليك. كنت بتنزل الساعه كام كده؟ ساعات قبل المدرسه الصبح. برافو عليك، ده بدري قوي. بنزل الساعه 6 او 7 كده الصبح. بس الباب بيبقى مقفول، بتنط السور ولا ايه؟ لا بيبقى مفتوح. بس اللي عايز يبقى بطل بيعمل كده. بتروح الصبح بدري قبل المدرسه، او ممكن في ايام الاوف دي ولا الجمعه مثلا بالليل بيكون الملاعب فاضيه. برافو عليك. مين اللي بيوديك؟ والله ساعات لوحدي وساعات مع اخواتي، بننزل نشوط مع بعض ونلعب مع بعض. صح، ودي رساله لكل اولادنا ولكل اللي بيشوفونا، ان اللي عايز بيعمل. يعني ما شايفين كريم كان بينزل يروح لاهلي مدينه نصر الساعه 7 الصبح، هو بيتمرن في الجزيره في سن الشباب. سن الشباب اللي طبعا الشباب بيفكر انه يخرج، بيفكر انه يبقى مع اصحابه، ولكن لما وجه طاقه الشباب في تمرين، هي ده الهدف من الرياضه. سيبكم انه يبقى بطل او يبقى معانا كاس زي ده، طبعا دي يعني شيء قدري بحت، ان يكون ابطال زي ابطالنا المورينا، ولكن الاساس في الرياضه اللي بيقوله كريم، ان انت عندك هدف واللي هيتعب هيلاقي. طب قول لي يا كريم، يعني يمكن برضو كنت بسال كل ضيوفنا او كل ابطالنا اللي معانا النهارده مثلهم الاعلى، مين مثلك الاعلى؟
والله بحب طريقه ايهاب امين قوي فعلا. ما شاء الله ايهاب امين سريع وديفنس يعني سوفت وير عندكم كله بيتظبط على ايهاب امين. طب ايه اللي بيعجبك في ايهاب امين؟ ديفنسه سريع، ميديم شوت بتاعته حلوه، بيعرف يعدي ما بين اللعيبه. شايف ان انت يعني فيك منه؟ اصل خلي بالك كل ما واحد يقول لي مثلا اعلى اعرف ان فيه منه، يعني 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 انت فيك من ايهاب امين. فيك السرعه، فيك الشوتينج، بتعرف تفوت ما بين اللعيبه صح؟ بقول لك طبعا طالما انت ماسك الاعلى كده اكيد انت بتحاول تكون زيه، فهيبقى فيك منه. نفس كلام يا بلال، انت انت مين ماسك الاعلى؟ ابراهيم الجمال. هاي برافو، طبعا لعيب كبير جدا ونجم، خلي بالك يعني انت صاحب بطولات كبيره. طب ايه اللي عجبك في ابراهيم الجمال؟ ابراهيم الجمال لعيب عنده روح كويسه، عنده شوطه، عنده الدخل، عنده ديفنس كويس، عنده كل حاجه. صحيح صحيح، لعيب حرفيا مش ناقصه اي حاجه.